بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 42. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اختلف اجتهاد نبي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق الزلفة. نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه، ثم قسمت على ما ذكرنا. مثاله: بنت بنت وابن اخت وثلاث خالات مفترقات. فبنت البنت بمنزله البنت لها النصف، وابن الاخت بمنزله امه له النصف، والثلاث خالات اخوات الام لهن نصف السدس، لهن نصف السدس بينهن على خمسة، وتصح من 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. إذا أدلى جماعة من ذوي الأرحام من جهات مختلفة، مثلا من جهة الأولاد، ومن جهة الأم، ومن جهة الأب، مثلا لو توفي عن بنت وابن أخت شقيقة وثلاث خالات، فإننا نجد أن ذوي الأرحام في هذه المسألة جماعة، كل فريق منهم يدلي بجهة. فبنت البنت تدلي بأمها بالبنت، وابن الأخت الشقيقة يدلي بالأخت الشقيقة بأمه، والخالات يدلين بالأم. فكأنه توفي إذن عن بنت وعن أخ وعن أخت شقيقة وعن أم، فتقول المسألة من ستة. للخالات السدس واحد بينهن، خالات ثلاث وبينهن السدس نصيب الأم، ولبنت البنت نصيب أمها النصف ثلاثة، ولبنت الأخت الشقيقة الباقي، لأن الأخت مع البنت عصبة مع الغير، فلها الباقي. فإذا كان ذهب من المسألة سدس للخالات، وذهب منها نصف لبنت البنت، هذه أربعة، وذهب منها سدس للخالات هذه أربعة، والباقي يكون لبنت الأخت، الباقي اثنان لبنت الأخت تعصيب مع الغير. فنجد أن نصيب الخالات وهو واحد منكسر، لأنهن ثلاث خالات ونصيبهن واحد. نضرب رؤوسهن ثلاثة في ستة بثمانية عشر. نعم، وش يقول هو؟ ثمانية عشر للخالات من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، وهن ثلاثة على واحد. ولبنت البنت من أصلها ثلاثة في ثلاثة تسعة، ولابن الأخت من أصلها اثنان في ثلاثة ستة، أي ثمانية عشر. نعم. نعم، أعد المثال نشوف. مثاله: بنت بنت وابن أخت وثلاث خالات مفترقات. فبنت البنت بمنزلة البنت لها النصف، وابن الأخت بمنزلة أمه له النصف،
والثلاث قالت أخوات الأم. ما لها النصف ابن الأخت، ما لها النصف، لها الباقي، لأنه منزلة أمه وأمه عصبة مع الغير، تأخذ الباقي. ما يفرض للأخت النصف مع وجود بنت البنت، يعني بنت البنت بمنزلة أمها. نعم. والثلاث قالت أخوات الأم لهن نصف السدس. لهن السدس، ما هو بنصف السدس، السدس، لأنهم بمنزلة الأم والأم لها السدس. المثال مغلوط هذا. نعم، تصح من 18 كما قلنا. نعم. وإن كان معهم أمة أخذت الباقي وأسقطت ابن الأخت لأنها بمنزلة الأب وهو يسقط الإخوة. إن كان مع هؤلاء عمة، يعني مثلا توفي عن بنت وبنت أخت شقيقة وعن ثلاث خالات، المثال السابق، إلا أن معهم عمة، فإن العمة تنزل منزلة الأب والأب يحجب الأخت، فيكون الباقي، يكون الباقي للعمة، اثنان للعمة. وأما بنت الأخت فإنها تسقط لأن أمها محجوبة. نعم. ومن نزل العمة عمن جعل لها الباقي لابن الأخت لأنها مع البنت عصبة. نعم. وهي أقرب من العم. ومن نزلها جدا صحت من 90 للخالة. هذا كله خلاف المذهب، القول الأول هو المعتمد. نعم. ومن نزلها جدا صحت من 90 للخالات السدس على 5 على 5. أنا غير معمول به. نعم. والثلث بين الأخت والعمة على 3، فتضرب 3 في 15 ثم في 6 تكون 90. ومن نزلها جدة لم يعطيها شيئا لأن الخالات بمنزلة الأم وهي تسقط جدة. كل هذه غير القول الأول، كلها غير معتمدة. نعم. مسألة. نعم. والجهات 3، جهات والأرحام 3، جهة البنوة وجهة الأبوة وجهة الأخوة. نعم. والجهات 3، البنوة والأمومة والأبوة، وذكرها أبو الخطاب 5، زاد العمومة والأخوة. أما العمومة، الصحيح أن جهات ذوي الأرحام كجهات العصبة، كجهات العصبة التي سبق أنها 6. نعم. أما العمومة فلا تصلح جهة، لأن لو قلنا إنها جهة أفضى إلى تقديم بنت العمة وإن بعدت على بنت العم. نعم. وقد روي عن الإمام أحمد خلافه. نعم. ويفضي إلى إسقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم من الأم، وهذا بعيد، فإن العم فرع للأب وبه قرب من الميت فهو كالجد وكالجدة مع الأم. وأما الإخوة فلو قلنا إنها جهة لأفضى الأخوة. وأما الأخوة فلو قلنا إنها جهة لأفضى إلى إسقاط بنت الأخ ببنت العمة وبنت العم. سبق أنهم يورثون بالتنزيل، فينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به. وسبق أن الأخوال والخالات من جهة الأم، أن الأخوال والخالات والأجداد والجدات من جهة الأم ينزلون منزلة الأم، وأن بنات الإخوة، بنات الإخوة وأولاد الأخوات ينزلون منزلة الأب، وأن بنات الأعمام، بنات الأعمام نزلنا منزلة الجد، وهكذا، لأنه ينزلنا بالجد بنات الأعمام.
لنبي الجد بأبي أبيهن. نعم. وبنت الأخضع إلى إسحاق بنت الأخ ببنت العمة وبنت العم وإن بعدت فلا تكون جهة، والله أعلم، ذكر ذلك شيخنا في المذاكرة. نعم. باب أصول المسائل وهي سبعة. أصول المسائل جمع أصل، جمع الأصول جمع أصل، والمراد به أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، هذا هو الأصل. أصل المسألة عند الفرضيين هو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. وأصول المسائل عندهم سبعة، أصول المسائل المتفق عليها عندهم سبعة. والمختلف فيها إلى تسعة، أصل 18 وأصل 36 في باب الجد والإخوة. فالأصول المتفق عليها سبعة مبنية على الفروض المقدرة في كتاب الله. الفروض المقدرة في كتاب الله سبق لنا أنها ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله. أو بعبارة أخرى تقول: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. الفروض المقدرة في كتاب الله لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن لا يوجد في المسألة إلا فرض واحد، لا يوجد في المسألة إلا فرض واحد، فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض، ومخرج كل فرض من سمية. فالاثنين، فالنصف أصله مخرجه من اثنين، النصف مخرجه من اثنين، والثلثان والثلث اخرجهما من ثلاثة، والربع اخرجه من أربعة، السدس اخرجه من ستة، الثمن اخرجه من ثمانية. فإذا وجد في المسألة فرض واحد فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض. فلو وجد في المسألة نصف كبنت وأخ شقيق مثلا، فيها فرض واحد وهو النصف والباقي للأخ الشقيق، تقول المسألة من اثنين، للبنت النصف والباقي للأخ الشقيق. ولو وجد في المسألة ثلث فقط، كما لو مات عن أم وأخ شقيق مثلا، عن أم وأخ شقيق، المسألة من ثلاثة: للأم الثلث فرضا والباقي للأخ الشقيق تعصيبا. وكذلك لو كان فيها ثلثان، لو مات عن بنتين وأخ شقيق، المسألة من ثلاثة: للبنتين الثلثان والباقي للأخ الشقيق. ولو كان في المسألة ربع فقط، كما لو توفي عن زوج، لو توفيت عن زوج وابن، زوج وابن، فيها فرض واحد وهو الربع، المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد والباقي للابن تعصيب. لو توفي عن أخ لأم وأخ شقيق، فيها فرض واحد وهو السدس للأخ لأم، مسألة من ستة: للأخ لأم السدس واحد والباقي للأخ الشقيق. لو توفي عن زوجة وابن، مسألة فيها فرض واحد وهو الثمن من ثمانية،
للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة للابن تعصيب. هذا إذا انفرد الفرض ولم يوجد معه فرض آخر. أما إذا وجد معه فرض آخر، إذا وجد في المسألة أكثر من فرض، فإنك تنظر بين مخارج الفروض بالنسب الأربع، بالنسب الأربع التي هي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة. فإن كانت الفروض متماثلة كالثلثان والثلث فإنه يكتفى بواحد، بمخرج واحد منها، تقول المسألة من ثلاث. وإن لم تتماثل لكنها تداخلت بأن كان الأصغر جزءا من الأكبر، مثل لو هلك هالك عن أم، أو هلك هالك عن أم وبنت، أم وبنت وأخ شقيق، فالمسألة فيها فرضان: السدس للأم والنصف للبنت. مخرج النصف من اثنين، ومخرج السدس من ستة، والاثنان داخلة في الستة. تكتفي بالأكبر، تكتفي بمخرج الأكبر وهو ستة، تقول المسألة من ستة، للأم السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة والباقي للأخ الشقيق اثنان. هذه مداخلة. الموافقة كما لو توفي عن زوجة وبنتين، زوجة لا، لو توفي عن زوج وأم وابن، زوج وأم وابن، المسألة فيها للزوج الربع، وفيها للأم السدس، وفيها الباقي للابن. فعندنا مخرج السدس من ستة، ومخرج الربع من أربعة. أربعة وستة ليست متداخلة، ولكن بينهما موافقة بالنصف، لأن الأربعة لها نصف صحيح والستة لها نصف صحيح، فتأخذ نصف أحد المخرجين وتضربه في كامل الآخر. فمثلا تقول نصف الأربعة اثنان، نضربها في ستة تطلع من 12، أو تقول نصف الستة ثلاثة، نضربها في كامل الأربعة تطلع من 12، المؤدة واحد، فتضرب الوفق في جميع الموافق. ومثال المباينة: لو هلك هالك عن زوجة وثلاثة إخوة لأم وأخ شقيق، زوجة وثلاثة إخوة لأم وأخ شقيق، الزوجة لها الربع من أربعة، والإخوة لأم لهم الثلث من ثلاثة، بين الثلاثة والأربعة مباينة، مخرج الثلث ومخرج الربع مباينة، فتضرب أحد المخرجين في الآخر، ثلاثة في أربعة باثنى عشر، للزوجة الربع ثلاثة، ربع ثلاثة، والإخوة لهم لهم الثلث أربعة، هذه سبعة، والباقي للأخ الشقيق وهو خمسة. هذا تأصيل المسائل. نعم. باب فإذا قلت النصف من اثنين والثلثان والثلث من ثلاثة،
والربع من أربعة، هذه ثلاث أصول، والثمن من ثمانية، هذه أربعة أصول، أربعة أصول لما إذا انفرد الفرد، وأصلان إذا اجتمع أكثر من فرد، اجمع اثنين وأربعة تطلع ستة أصول. والثمن وما أضيف إليه من الفروض من 24، هذه 7 أصول، طلعت 7 أصول اجتماعا وانفرادا. نعم. وهي 7، النصف وحده من 2، هذا نعم، والثلث والثلثان من 3، والربع وحده أو مع النصف من 4، نعم، والثمن وحده أو مع النصف من 8، فهذه الأربعة لا عول فيها. العول ازدحام الفروض، العول معناه ازدحام الفروض، أن تكون أن يكون مجموع الفروض أكثر من أصل المسألة، ويعرفونه بأنه زيادة في السهام نقص في الأنصبة، هذا هو العول، زيادة في السهام نقص في أنصباء الورثة بسبب ازدحام الفروض، لأن المسائل على 3 أقسام، إما عادلة وإما عائلة وإما ناقصة، فإن كانت الفروض مساوية لأصل المسألة سموها عادلة، وإن كانت الفروض أكثر من أصل المسألة سموها عائلة، وإن كانت الفروض أقل من أصل المسألة سموها ناقصة. نعم. وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من 6 وتعول إلى 10، وإن كان مع الربع العول يدخل 3 أصول، 4 أصول لا يدخلها عول، وهي أصل 2 وأصل 3 وأصل 4 وأصل 8، هذه لا يدخلها عول، لأن العول هو ازدحام الفروض في المسألة، وهذه لا يتصور فيها ازدحام فلا تعول. و3 تعول، وهي أصل 6 وأصل 12 وأصل 24، فأصل 6 يعول إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10، وهذا نهاية عوله إلى 10، وهو أكثر الأصول عولا. وأصل 12 يعول إلى 13 وإلى 15، يعول إلى 13 وإلى 15، وأصل 24 يعول مرة واحدة إلى 27 فقط، ولذلك يسمونه البخيل، يسمونه البخيل لأنه لا يعول إلا مرة واحدة، ويسمون أصل 6 يوم الفروخ لكثرة عوله، لكثرة عوله. نعم. وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من 6 وتعول إلى 10، وإن كان مع الربع أحد هذه 3 فهي من 12 وتعول إلى 17. أي أصل 12 يعول 3 مرات، إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، ولا يكون إلا أوتارا، 13 15 17 لا يكون إلا أوتارا، ما يكون أشفاعا. أما أصل 6 فيعول إلى 7 إلى 8 إلى 9 إلى 10، يعول 4 مرات أشفاعا وأوتارا. وأصل 24 يعول مرة واحدة إلى 27. نعم. وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من 24 وتعود إلى 27، وجملة ذلك أن الفروض في كتاب الله 6، وهي نوعان، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وهي تخرج من 7 أصول، نعم. 4 لا تعول و3 تعول، لأن كل فرض انفرد فأصله من مخرجه، لأن كل فرض
نعم. انفرد فأصله من مخرجه. انفرد يعني ليس معه فرض ثاني. انفرد معناه ليس معه فرض آخر. نعم. وإن اجتمع معه فرض من جنسه فأصلها من مخرج أقلهما، لأن مخرج الكبير داخل في مخرج الصغير. فإن اجتمع معه فرض من غير جنسه ضربت مخرج أحدهما في مخرج آخر إن لم يتوافقا. نعم. فما ارتفع فهو أصل لهما أو وفق أحدهما في جميع الأجزاء. ما ارتفع يعني حاصل الضرب، ما ارتفع معناه حاصل الضرب. فإذا اجتمع في المسألة فرضان فأكثر تنظر بينها بالنسب الأربع، إما المماثلة أو المداخلة أو الموافقة أو المباينة. فإن تماثلت اكتفيت بواحد منها، وإن تداخلت اكتفيت بالأكبر لأن الأصغر داخل في الأكبر، وإن توافقت ضربت أحدها في وفق الآخر، وإن تباينت ضربت بعضها ببعض، ضربت أحدها في كامل الآخر. وما حصل من هذه النسب الأربع فإنه أصل المسألة. نعم. أو وفق أحدهما في جميع الأجزاء إن توافقا، فلذلك صارت الأصول سبعة كما ذكرنا. لأن الفروض سبعة، لأن الفروض ستة، فروض المقدرة في كتاب الله ستة، ومخرج كل فرض من سميه إلا النصف فمخرجه من اثنين، يتحصل عندنا سبعة أصول انفرادا واجتماعا. نعم. فالأربعة الأول لا تعول، لأن العولة الأربعة الأول أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية، هذه لا تعول، لأن العولة هو زيادة السهام عن أصل المسألة، ولا يتصور هذا في هذه الأصول. علم يقول النظم يقول فإنها سبعة أصول أربعة منهن قد تعول، أربعة منهن قد تعول، يقول فإنها سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا لا عول يعروها ولا انثلام. هذه سبعة أصول، أربعة تعول، ثلاثة تعول وأربعة لا تعول. نعم. فالأربعة التي لا تعول أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية، والثلاثة التي تعول هي أصل ستة وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين. نعم. فالأربعة الأول لا تعول، لأن العولة فرع ازدحام الفروض ولا يوجد ذلك هاهنا. نعم. الأربعة الأول لا تعول، لأن العولة فرع ازدحام الفروض ولا يوجد ذلك هنا في هذه الأصول. نعم. وإن اجتمع مع الفرض من غير جنسه كالنصف يجتمع معه أحد الثلاثة السدس أو الثلث أو الثلثان فأصله من ستة. نعم. لأنك إذا ضربت مخرج النصف في مخرج الثلث صارت ستة، ويدخل العول في هذا الأصل ازدحام الفروض فيه. لو فرضنا أن هلك عن أم وأخت شقيقة، لو هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وابن عم، فالمسألة فيها الثلث للأم وفيها النصف للأخت الشقيقة والباقي لابن العم، فالفروض عندنا ثلث ونصف، مخرج النصف من اثنين مخرج الثلث من ثلاثة، بينهما مباينة، بينهما مباينة، تضرب اثنين في ثلاثة تصير ستة، فتقول أصلها من ستة، للأم الثلث اثنان وللبنت النصف ثلاثة، يبقى واحد لابن العم. نعم. وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فأصلها من اثني عشر، لأنك إذا ضربت مخرج الربع في مخرج الثلث
أو وفق مخرج السدس كانت 12. لو توفي عن أم وزوجة، توفي عن أم وزوجة وابن عم، المسألة فيها الربع للزوجة وفيها الثلث للأم وفيها الباقي لابن العم. عندنا الثلث مخرجه من 3 والربع مخرجه من 4، بينهما مباينة، لأن كل عددين متواليان فهما متباينان. هذه قاعدة، كل عددين متواليان فهما متباينان، 3 و4 متواليان فهما متباينان، فتضرب أحدهما في الآخر، 3 في 4 12. للزوجة الربع 3 وللأم الثلث 4، هذه 7، يبقى 5 لابن العم. نعم. وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من 24 لما ذكرناه. إذا اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من 24، كما لو هلك هالك عن أم وزوجة، عن أم وزوجة وابن، أم وزوجة وابن، المسألة فيها سدس للأم وفيها ثمن للزوجة وفيها الباقي للابن. مخرج الثمن من 8، مخرج السدس من 6، بين 8 و6 توافق بالنصف، توافق بالنصف، فتأخذ 3 نصف مخرج السدس في 8 24، أو العكس، نصف 8 4 مخرج الثمن، تأخذ نصف مخرج الثمن 4 في كامل مخرج السدس 6، 4 ب6 كم؟ 24. للزوجة الثمن 3 وللأم السدس 4 والباقي 17 للابن. تعصيب. نعم. وتعول هذه الأصول 3 اللي هي أصل 6 وأصل 12 وأصل 24. نعم. ومعنى العول نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها وطريق العمل. العول زيادة في السهام، نقص في الأنصباء، هذا معنى العول، زيادة في السهام، نقص في أنصباء الورثة، لأن النقص يدخل عليهم جميعا. فلو فرضنا توفي عن زوج وأختين شقيقتين، زوج وأختين شقيقتين فيها ثلثان وفيها فيها نصف، مخرج النصف من 2، مخرج الثلثين من 3، بين 3 و2 مباينة، تضرب 2 في 3 تصير 6، إذن أصلها من 6. للزوجة النصف 3 وللأختين الثلثان 4، إذا جمعت 3 و4 صارت كم؟ 7، زادت عن أصل المسألة، أصل المسألة 6، زادت، عالت بسدسها، فينقص من كل نصيب سدسه، فيأخذه صاحبه اسما لا حقيقة، فيكون للزوج النصف وهو في الحقيقة 3 أسباع، وللأختين ثلثان وهما في الحقيقة 4 أسباع، فدخل النقص عليهما جميعا. نعم. ولو كان معهما لو كان مع الزوج ومع الأختين الشقيقتين أخ لأم مثلا، عالت إلى 8، تقول أصلها من 6، للزوج النصف 3 وللأختين الشقيقتين الثلثان 4، هذه 7، وللأخ لأم السدس 1، هذه 8، عالت من 6 إلى 8، عالت بثلثها، فينقص من نصيب كل وارث ثلثه بقدر ما فيها من العون، عالت ب2 والاثنان ثلث 6، تكون المسألة عالت بثلثها. قد تعول إلى 9 كما لو هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين وأخوان لأم، المسألة فيها
المسألة فيها نصف للزوج وفيها ثلث للإخوة للأم وفيها ثلثان الأخوات الشقائق أصلها من ستة وتعول إلى تسعة. للزوجة النصف ثلاثة وللإخوة لأم الثلث اثنان هذه خمسة وللأخوات الشقائق الثلثان أربعة مع خمسة صارت كم؟ صارت تسعة. صارت المسألة تسعة. لو كان معهم أم زوج وأختان شقيقتان وأختان لأم وأم عالت إلى عشر من ستة، للزوجة النصف ثلاثة وللأخوات لأم الثلث اثنان هذه خمسة وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة هذه تسعة وللأم السدس واحد هذه عشرة. هذا نهاية عولها، تعول إلى عشرة، ولذلك سميت أم الفروخ لكثرة عولها، ما في أصل في الفرائض يعول إلى أربع مرات إلا أصل ستة، ويعول بثلثيه لأنه عال بأربعة والأربعة ثلثة الستة فعال بثلثيه، هذا أكبر عول في الفرائض. نعم. وطريق العمل فيها ولهذا يقول الناظم وتبلغ الستة عقد العشرة في مسألة معروفة مشتهرة، يعني هذه أم الفروخ. نعم. وطريق العمل فيها أن تأخذ لكل واحد فرا من أصل مسألته ثم تجمع السهام كلها فتقسم المال عليها. نعم. فيدخل النقص على كل ذي فرض بقدر فرضه كما تصنع في الوصايا الزائدة على الثلث وفي قسمة مال المفلس على ديونه. وإذا ثبت لو فرضنا واحد عليه ديون كثيرة وعنده مال قليل، عليه ديون كثيرة وعنده مال قليل ما يفي بالديون، فماذا تعمل؟ الورثة كل واحد يبي، كلهم تساوين في الاستحقاق، لا يمكن تعطي بعضهم وتحرم بعضهم، فتقول بالمحاصة نقسم المال القليل بين أصحاب الديون بالمحاصة، يسمونه المحاصة، فتجمع الديون وتنسب دين كل واحد إلى المجموع وتأخذ له من مال المدين بقدر نسبة دينه إلى مجموع الديون. فالعول في الفرائض مثل المحاصة في الديون في مال المفلس، يدخل النقص على الجميع. نعم. وإذا ثبت هذا فأصل ستة متصور عوله إلى عشرة. نعم. ولا تعول إلى أكثر منها. ما يكفي إلى عشرة أو أكثر شيء. نعم. ومثاله أولاد زوج وأخت لأبوي ومثاله زوج أي نعم وأخت لأبوي شقيقة يعني وأخت لأب زوج وأخت شقيقة وأخت لأب من ستة وتعود إلى سبعة كما سبق. نعم. للزوج النصف ثلاثة وللأخت لأبوي ثلاثة وللأخت لأب سهم عالت إلى سبعة. إذا جمعت ثلاثة وثلاثة واحد صارت سبعة، فزادت عن أصلها بواحد تكون عالت بسدسها. نعم. فإن كان مكان الأخت من الأب فلها الثلث فتعول إلى ثمانية، لأن فيها ثلاثة وثلاثة واثنان، ثلاثة النصف للزوج وثلاثة النصف للشقيقة واثنان الثلث للأم، عالت إلى ثمانية، عالت بثلثها. نعم. فإن كان معها ثلاث أخوات مفترقات عالت إلى تسعة. يعني زوج وشقيقة وأخت لأم وأخت لأب متفرقات، المسألة من ستة، للزوجة النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأم السدس واحد و
والأخت لأب الثلث واحد، عالت إلى كم؟ ثلاثة وثلاثة واثنان، هذه ثمانية. إيش يقول؟ وإن كان مع إن كان معها يعني مع الأم ثلاثة أخوات مفترقات، يعني زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات. عندنا نصف للزوج وسدس للأم ونصف للشقيقة وسدس للأخت لأب وسدس للأخت لأم، من ستة. للزوجة نصف ثلاثة وللأم السدس واحد، هذه أربعة، وللأخت ثلاثة هذه سبعة، وللأخت لأب واحد وللأخت لأم واحد هذه تسعة. نعم. وإن كان الأخوات ستة آلت إلى عشرة. نعم. وأصل في عشر تعود إلى سبعة عشر لا غير. نعم. وأصل في عشر تعود إلى سبعة عشر لا غير. إيه نعم، إلى سبعة عشر، تعود إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، تعول أوتارا لا أشفاعا. نعم. ومثاله زوج وأم وابنتان أصلها من اثني عشر. زوج وأم وابنتان فيها ربع وفيها ثلثان وفيها سدس، مخرج الثلثين والسدس متداخل، يبقى عندنا ثلث وربع بينهم تباين، تضربها ثلاثة بأربعة اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية هذه احد عشر، وللأم السدس اثنان هذه ثلاثة عشر. نعم. وتعود إلى ثلاثة عشر. ثلاثة. وتعود إلى ثلاثة عشر. نعم. فإن كان معها أب عالت إلى خمسة عشر. زوج وابنتان وأبوان. زوج وابنتان وأبوان فيها ربع وثلثان وسدسان من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة وللبنتين ثلثان ثمانية هذه احد عشر، وللأبوين لكل واحد منهم السدس أربعة مع احد عشر هذه خمسة عشر، عالت إلى خمسة عشر. نعم. نعم. ثلاثة داخلة في الستة ما يحتاج، ما يصلح، داخلة متوافقة مع أربعة مع ستة متوافقة. نعم. فإن كنا ثلاثة والمماثلة أحسن من الموافقة، المماثلة أحسن من الموافقة. نعم. فإن كنا ثلاث زوجات وجدتي وأربع أخوات لأم وثمانية لأب عالت إلى سبعة عشر لكل واحدة سهم. هذه أم الفروج يسمونها أم الفروج بالجيم، لأن يعني كل الوارثات فيها نساء، كل الوارثات فيها نساء. نعم. أعدها. فإن كنا ثلاث زوجات. ثلاث زوجات وجدتي. نعم. وأربع أخوات لأم وثمانية لأب عالت إلى سبعة عشر لكل واحدة سهم. لو هلك هالك عن ثلاث زوجات وثمان أخوات، ثمان أخوات لغير أم، وعن جدتين، المسألة من اثني عشر، للزوجات من أصلها الربع ثلاثة وهن ثلاث على واحد، وللبنات من أصلها الثلثان ثمانية وهن ثمان على واحد، وللأخوات لأم السدس اثنان وهن اثنتان على واحد، هذه كم؟ أعدها. واثنان هذه عشرة، وأربعة هذه أربعة عشر، وثلاثة للزوجات هذه كم؟ سبعة عشر. سبعة عشر، كل امرأة أخذت واحد، كل امرأة أخذت واحد،
الزوجات أخذنا على واحد، الشقائق أخذنا على واحد، الأخوات لأم أخذنا على واحد، الجدات أخذنا على واحد. كيف تتساوى الأخت الشقيقة مع الجدة؟ بسبب كثرة رؤوسهن، بسبب كثرة رؤوس الأخوات. نعم. وأصل 24 تعود إلى 27 ولا تعود إلى أكثر من ذلك. نعم. ومثاله زوجة وأبوان وابنتان. زوجة وابنتان وأبوان، الزوجة لها الثمن والبنتين الثلثان، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، فاجتمع فيها ثمن وثلثان وسدسان، فتصح من أربعة. أصلها من 24، أصلها من 24، يعني تضرب 3 وفق 6 في 8 تطلع 24، أو تضرب وفق 8 4 في 6 تطلع 24. للزوجة الثمن 3، وللبنتين الثلثان 8، هذه 11. للبنتين الثلثان 16، للبنات للبنتين الثلثان 16، وللزوجة الثمن 3، هذه 19، وللأبوين لكل واحد منهما السدس 4 4 8 مع 19 كم؟ 27. عالت إلى 27، أصلها 24 فعالت لثمنها، لثمنها، ولذلك سميت بالبخيلة لأنها لا تعول إلا مرة واحدة إلى 27. فهذه هي الأصول التي تعول، الأصول التي تعول 3، 6 و 12 و 24. أما الأربعة التي قبلها 2 3 4 8 هذه لا تعول، وبعدها 4 تمام، لا عول يعروها ولا انثلام. نعم. ومثاله زوجة وأبوان وابنتان، للابنتين الثلثان 16. نعم. للابنتين الثلثان 16، هذه اللي عالت إلى 27. نعم. ولكل واحد من الأبوين السدس 4، وللزوجة الثمن 3، وتسمى البخيلة لقلة عونها، وتسمى لأنها ما عالت إلا مرة واحدة. نعم. وتسمى المنبرية لأن عليا سئل عنها وهو على المنبر فأفتى بها وهو على المنبر، فسميت بالمنبرية، وتسمى بالدينارية. نعم. وتسمى المنبرية لأن علي رضي الله عنه سئل عنها على المنبر فقال صار ثمنها تسعة ومضى في خطبته، لأنها أخذت 3 من 27، صار 9 ما هو ثمن، لكن يسمى الثمن تأدبا مع القرآن، فتأخذ الثمن اسما لا حقيقة، تأخذ 3 من 27 هذا 9 وليس ثمن. وعلي أفتى بها وهو يخطب على المنبر فسميت بالمنبرية. نعم. صار ثمنها 9، لأنه يقولون أنه يخطب ويقول الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآل والرجعى، فسأله سائل فقال توفي شخص عن كذا وكذا فما نصيب الزوجة، قال صار ثمن المرأة 9، وهو يمشي في خطبته فسموها بالمنبرية. نعم. باب الرد. نعم. الرد عكس العون، الرد عكس العون، نقص في السهام زيادة في الأنصباء، وذلك بأن يكون مجموع السهام أقل من أصل المسألة وليس هناك عاصب يأخذه، فماذا نعمل به إذا بقي بعد القروض بقية من المال
وليس هناك عاصب يأخذه، فماذا نعمل به؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. القول الأول أنه يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم، يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، وهذا هو ما يسمى بباب الرد، وهذا عند الحنابلة والحنفية. وذهب الباقون إلى أن الباقي يصرف لبيت المال، يصرف لبيت المال ولا يعطى أصحاب الفروض زيادة على فروضهم، لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا يعطى أصحاب الفروض زيادة على فروضهم. هذه وجهة نظر المانعين من الرد. الذين يقولون بالرد يقولون أصحاب الفروض هم أقارب الميت، والله تعالى يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فكون البقية تصرف لأصحاب الفروض من أقارب الميت أولى من صرفها لبيت المال الذي هو أجنبي من الميت، مثل ما قالوا هناك في ذوي الأرحام تماما. فقالوا بالرد، فيرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم إلا الزوجين، فإن الزوجين لا يرد عليهما، لا يرد على الزوجين لأنهم ليسوا من ذوي الأرحام، وإنما يرثون بالنكاح، بعقد النكاح، لا بالرحم ولا بالقرابة، يرثون بعقد النكاح فقط، فليس لهم حق في الرد، فيعطى أحد الزوجين فرضه ولا يزاد عليه، وما بقي يرد على أصحاب الفروض من الأقارب. كالأم والجدة والبنات وبنات البنين والأخوات الشقائق والأخوات لأب والأخوات لأم، يرد عليهم بقدر فروضهم. نعم. باب الرد إذا لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة، يعني يرد على أصحاب الفروض بشرطين. الشرط الأول أن يبقى بعد الفروض بقية، الشرط الثاني أن لا يكون هناك عصبة، أن لا يكون هناك عصبة يرد عليهم، فإن المال يرد على أصحاب الفروض. نعم. الباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين، إلا الزوجين فلا يرد عليهما، لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والزوجان ليسا من ذوي الأرحام وإنما يرثان بعقد النكاح فقط. نعم. فإن كان المردود عليه واحدا أخذ المال كله بالفرض والرد، إذا كان المردود عليه شخصا واحدا أخذ المال كله، ولو فرضنا أنه توفي عن بنت فقط ولا له عاصب، توفي عن بنت فقط ولا له عاصب، فالمال لها فرضا وردا، فرضا تأخذ النصف وتأخذ الباقي ردا. لو توفي عن أم فقط فالمال لها فرضا وردا، تأخذ بالفرض الثلث والباقي تأخذه بالرد، وهكذا. لو توفي عن بنتين فالمال لهما فرضا وردا لأنهم صنف واحد. إذا توفي عن شخص واحد من أصحاب الفروض أو عن جماعة يستوون في الاستحقاق كالبنات مثلا والأخوات فإن المال لهم فرضا وردا. نعم. وإن كانوا جماعة من جنس واحد كالبنات والأخوات الشقائق أو لأب بنات البنين، نعم، هذا الصنف واحد، فالمال لهم فرضا وردا على عدد رؤوسهن. نعم. وإن كانوا جماعة من جنس واحد كجدات وأخوات قسمته عليهم على عددهم كالبنين والإخوة وسائر العصبات، كالعصبة مثلا لو توفي عن ثلاث جدات فقط مال غيرهم،
ما لها عصبة ولا لها أقارب غير الجدات. فالمال بينهن أثلاثا فرضا ورد على عدد رؤوسهن. لو توفي عن عشر بنات مال غيرهن، فالمال لهن على عدد رؤوسهن فرضا ورد. وهكذا الأخوات الشقائق أو لأب أو لأم، يكون المال لهذا الصنف على عدد رؤوسهن ما دام متساويين في الاستحقاق. نعم. وإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من ستة ثم جعلت سهامهم أصل مسألتهم، مثاله بنت وأم للبنت. لو توفي عن جماعة يختلف استحقاقهم، أصحاب فروض يختلف استحقاقهم، فإنك تأخذ فروضهم من أصل ستة. لو توفي عن أم وأخت لأم، عن أم وأخت لأم، فإنك تقول المسألة من ستة، المسألة من ستة، للأم السدس واحد والأخت لأم السدس واحد، وتعود بالرد إلى اثنين، فالمال من بينهما من اثنين فرضا وردا، للأم واحد وللبنت الأخت الأم، الأخت الأم لها واحد، أصلها من ستة وعادت بالرد إلى اثنين. لو توفي مثلا عن أم وبنت فقط، أم وبنت مال غيرهم، تقول المسألة أصلها من ستة، للأم السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة، اجمع ثلاثة وواحد تصير أربعة، فتعود بالرد إلى أربعة، أصلها من ستة وتعود بالرد إلى أربعة، للأم واحد وللبنت ثلاثة فرضا وردا. هذا معنى قوله جمعت سهامهم من أصل ستة. نعم. نعم. لا، الأم لها الثلث. نعم، الأم لها الثلث، لكن لو توفي عن أم وأختين لأم، عن أم وأختين لأم، نعم، فالأم لها السدس والأختين لأم لهم الثلث. نعم. أما لو توفي عن أم وأخت لأم العكس، فالأم لها الثلث والأخت لأم لها السدس. فإذا توفي عن أم وأخت لأم فالمسألة أصلها من ستة، للأم الثلث اثنان وللأخت لأم السدس واحد، اجمع اثنين وواحد تصير ثلاثة، ترجع بالرد إلى ثلاثة، للأم اثنان وللأخت لأم واحد. وكذلك لو توفي عن أم وأختين لأم أصلها من ستة وتعود بالرد إلى ثلاثة، للأم واحد وللأختين لأم على واحد فرضا ورد. نعم. مثاله بنت وأم للبنت النصف ثلاثة وللأم السدس سهم، فتصح من أربعة، ترجع بالرد إلى أربعة، أصلها من ستة ترجع بالرد إلى أربعة. نعم. وإن كانت أخت وجدة فكذلك، إذا كانت أخت وجدة، أخت شقيقة وجدة فكذلك، أصلها من ستة، للجدة السدس واحد وللأخت النصف ثلاثة، اجمع ثلاثة وواحد تصير أربعة، للجدة واحد من أربعة وللأخت ثلاثة من أربعة فرضا وردا. نعم. فإن انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم، وتنحصر مسائل أهل الرد في أربعة فصول. نعم. الأول أصل اثنين كجدة وأخ من أم، جدة وأخ من أم أصلها من ستة، للجدة السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد، فترجع بالرد إلى اثنين، هذا أصل اثنين. نعم. للجدة السدس وللأخ السدس أصلها من اثنين يقسم المال عليهما، أصلها يعني أصل الرد. نعم. فيصير لكل واحد نصف المال. نعم. وإن كان الجدات ثلاث فلهن سهم لا ينقسم عليهن. لو كان توفي عن ثلاث جدات وأخ لأم، ثلاث جدات وأخ لأم أصلها من ستة وتعود بالرد إلى اثنين، للجدات واحد وللأخ لأم واحد،
نصيب الجدات منكسر لأن نصيبهن واحد وهن ثلاث، فتضرب رؤوسهن ثلاثة في أصل المسألة اثنين تطلع من ستة، تطلع من ستة للجدات من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة وهن ثلاثة على واحد، والأخ لأم له من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة، هذه ستة. نعم. خلاص تمام الأسئلة. نقول ثاني نرجع لها إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، أورد بعض أهل العلم أثرا لعلي رضي الله عنه باعتبار الأضلاع بالنسبة للخنث المشكل، فهل يعتبر هذا التفريق بزيادة الأضلاع ونقصها بالنسبة لهذه المسألة؟ إذا صح عند الأطباء اختلاف أضلاع المرأة عن أضلاع الرجل يعتبر هذا، هذا يحتاج إلى أخذ رأي الأطباء. إذا قرر الأطباء أن أضلاع المرأة تختلف عن أضلاع الرجل فإن الأضلاع تكون علامة على الذكورة أو الأنوثة. نعم. فضيلة الشيخ، ما يقصد المؤلف رحمه الله بقوله ذكر ذلك شيخنا في المذاكرة؟ شيخ هو اللي درسهم، هذا المؤلف ابن مفلح، يعني من بيت آل مفلح، ما هو ابن مفلح المشهور صاحب الفروع، بل هو من بيته من أسرته، ويقصد بشيخه المدرس الذي درسه. ما أعرف أنا، ما أعرف شيخه، لكن وفي المذاكرة يعني في الدرس، ما هو مؤلف، ما أخذه من مؤلف، وإنما أخذه من تقرير الشيخ في الدرس. قد يكون ما هو صحيح الكلام، قد يكون صحيح، لأن اللي يأخذ من الدرس يخطئ ويصيب، بخلاف اللي يأخذ من مؤلف محرر ومدروس، هذا أضبط. لذلك المسائل اللي تؤخذ من الدروس هذه تحتاج إلى تدقيق، لأنه قد يكون الطالب فهم خطأ ما قاله المدرس، أو يكون المدرس قد ذهل وغلط في الكلام، بخلاف الكلام الذي يؤخذ من مؤلف فإنه يكون أضبط وأوثق. نعم. ولذلك هذا من الأمانة، قول الشارح رحمه الله ذكر هذا شيخنا في المذاكرة، هذا من الأمانة، علشان تعرفون أن الكلام ما هو محرر، قد يكون فيه غلط. نعم. ما أدري من الشيخ، ولا ما هو بابن مفلح المشهور صاحب الفروع، لكنه من بيت المفلح. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو تعليق فضيلتكم على قول إن الفرضيين في السابق كانوا يعتمدون على النسب الأربع لمعرفة أصل المسألة، ولكن في لو شفت لنا ترجمة المؤلف في أول كتاب عندك شوف منه شيء. نعم. ذكر له ترجمة، اقرأ الترجمة. نعم. اقرأ الترجمة. هو الإمام الزاهد. نعم. تقرأ ترجمة البهاء المقدسي. شارح. نعم. هو العالم الزاهد الجواد السمح المجاهد بهاء الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل. خلنا بس، متى ولد؟ ولد سنة 556 وقيل 555، يعني في القرن السادس. نعم. ولد في فلسطين. طيب مشايخه، شوف مشايخه. إذا صار
إذا صار معاصر لمؤلف الأصل، ها؟ مؤلف المتن الذي هو الموفق. نعم، فيكون أقدم من صاحب الفروع، يكون أقدم من صاحب الفروع، لأن يعني صاحب الفروع تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، متأخر عن الموفق. نعم، فيكون صاحب الفروع من 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 ذرية الشارع. نعم. طيب، لكن كونه أخذ عن الموفق لا يجزم بأن كلامه هنا من شيخنا في المذاكرة أنه يقصد الموفق، قد يكون لشيخ آخر. أي نعم، شيوخه كثير. نعم، يقول قيل أنه تفقه فيها على شيخ الحنابلة وفقيه العراق ناصر الإسلام بن الفتح. المهم أنه صار في القرن في منتصف القرن السادس، وأما صاحب الفروع فهو من تلاميذ الشيخ، والشيخ توفي سنة 720، متأخر. نعم نعم. الشيخ، ما هو تعليق فضيلتكم على قول إن الفرضيين في السابق كانوا يعتمدون على النسب الأربع لمعرفة أصل المسألة، ولكن في الوقت الحاضر المضاعف والمشترك البسيط يغني عن النسب الأربع وهو أسهل منها تعلما وتعليما؟ نعم، يغني عنها، ولكن النسب الأربع أضبط، لأنها إذا عرفها الإنسان استطاع أن يحل المسألة بالبديهة بدون قلم وبدون كتابة. أما إذا تعود على الكسور الاعتيادية والحساب المعروف فإنه يحتاج إلى قلم وإلى سبورة وإلى والذي يحل بالبديهة أسرع وأحسن من اللي يحل بالقلم. نعم، فمعرفة النسب الأربع ومعرفة حساب الفرضيين أحسن من اللي يعتمد على قواعد الحساب الحديثة. نعم. فضيلة الشيخ، عرفنا أن الزوجة لا يرد عليها. نعم. لكن لو كانت هذه الزوجة بنت عم فهل يرد عليها أم لا؟ صير من ذوي الأرحام. صير من ذوي الأرحام، لا تصير من أصحاب الرد. نعم. بنت العم من ذوي الأرحام، ليست من أهل الرد. الرد على أصحاب الفروض فقط. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجب التأمين على رخصة القيادة؟ والرد مقدم على ذوي الأرحام. الرد مقدم على ذوي الأرحام. ذوي الأرحام ما يرثون إلا إذا لم يوجد أصحاب فروض. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجب التأمين على رخصة القيادة؟ وذلك بدفع مبلغ وقدره 350 ريال إلى مؤسسة تقبض هذا المبلغ على رأس السنة، فإذا حصل المشترك حادث تتحمل المؤسسة كل ما يطلب عليه إذا كان هو المخطئ. انتبهوا، مسألة التأمين درست في هيئة كبار العلماء وفي المجامع الفقهية، وأجمعوا على تحريم التأمين بجميع أنواعه ما عدا التأمين التجاري، التأمين التعاوني. والتأمين التعاوني معناه أن يجعلوا صندوقاً يضعون فيه مساهمات تبرعية لمن يصاب أو يحتاج، يصرف له من هذا الصندوق، ومن لم يحتج فليس له شيء. هذا التأمين التعاوني، هذا جائز لأنه من باب التعاون، وليس القصد منه العائد التجاري، لا يعود إلى المساهمين شيء، لأنهم لا يريدون الطمع الدنيوي وإنما يريدون الأجر والثواب ومساعدة المحتاجين. فهذا التأمين التعاوني جائز. أما التأمين التجاري بجميع أنواعه، بين السيارات، على الصحة، على العمارات، على الشركات، على المؤسسات، كل هذا حرام، لأنه أكل للمال بالباطل، ولأنه فيه مخاطرة وفيه ربا وفيه آفات كثيرة، فهو حرام بجميع أنواعه ما عدا التأمين التعاوني الذي القصد منه مساعدة المحتاجين فقط، وليس القصد منه العائد المالي الذي يعود على المساهم. نعم نعم، يمكن المال المجموع من أجل التعاون، يمكن تشغيله
بالطرق الكسب المباحة ليزيد علشان يتوفر مال كثير لو حصل حاجات كثيرة يصرف منه، ما في مانع إنه يتاجر به بالتجارة النزيهة والمكاسب المباحة حتى يزيد، لكن ما يرجع على نفس المساهمين، ما يرجع منه شيء على المساهمين، لأنهم يريدون الأجر والثواب ما يريدون الطمع الدنيوي، بخلاف التجاري فإن المساهمين يريدون أن يعود إليهم أرباح توزع عليهم، هذا يعتبر حرام. نعم. فضيلة الشيخ لا، تأمين التعاون ما يرجع شيء إلى المساهمين، وإنما يصرف للمحتاج من المساهمين، للمحتاج منهم الذي أصابته كارثة أو نكبة بقدر ما يدفع حاجته فقط. نعم. فضيلة الشيخ، في باب الرد، هل تصور أن تكون هناك مسألة فيها زوج وغيره؟ نعم. ولم تستغرب؟ نعم، فيه كثير. أصحاب الرد لا يخلون من حالين: الحالة الأولى أن لا يكون معهم أحد الزوجين، الحالة الثانية أن يكون معهم أحد الزوجين. في كل حالة لها حساب خاص ذكروه. فالموجود من الزوجين يعطى فرضه، يعطى فرضه فقط ولا يزاد عليه شيء، ويجعل الباقي لأصحاب الرد على قدر فروضهم. نعم. وهل يرد على الزوج إذا كان ابن عم؟ إذا كان ابن عم صار عاصب، إذا صار ابن عم صار عاصب يأخذ الباقي تعصيب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.